هلو يا حلوين، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مع بعض النهاردة، هنتكلم عن اللوشنز. افضل نوع لوشن في الترطيب، عموما افضل حاجة انا استخدم ايه؟ طبعا الجو اللي احنا فيه ده جو برد، فعاوز طبعا ترطيب كتير جدا، فلازم ترطبي جسمك وترطبي ايديكي كويس جدا. اهم حاجة ان انت ترطبي جسمك علشان ما يعملش تشققات او ما يبقاش فيه جفاف. عموما لازم برضو تشربي مية كويس علشان بشرتك تبقى دايما نضرة ورطبة كده. اول حاجة هنتكلم عن العناية بالايدين. دي طبعا حاجة مهمة جدا. طبعا ايدينا اليومين دول مش حلوة خالص بسبب الجو، اللي احنا فيه ده. اول حاجه لازما ان انت وانت بتغسلي الاطباق وكده، بتغسلي الحاجات بمواعين وكده، لازما تلبسي جوانتي مخصوص لغسيل الحاجات. لازما تلبسي جوانتي الجلافز الكبير علشان تحمي ايديكي باكبر قدر من المستطاع، سواء بقى بسبب الكلور او بسبب وانت بتغسلي مثلا التواليت، بسبب انواع المنظفات وكده والمسحوق وكده. فكل الحاجات دي بتبوظ الايدين جدا، فلازم تهتمي ببشرتك وتهتمي بايديكي. انا بحب اغسل ايدي بدوف. ده عاوزه تستخدمي حاجه تانية تمام، لكن اي حاجه، فيها مرطب، فيها جلسرين، اي حاجه تكون كريميه كده على البشره بتبقى حلوه جدا. دوف طبعا ده لطيف لغسيل الايدين. عندك حاجه تانية انتوا فاهميني ان مثلا حاجه بتستخدميها مش تبع اللي احنا دي، فاهميني انتم، فاستخدموها. عندي برضو زيت الاطفال ده، اي نوع، في جونسون، في فاتيكا، اي نوع تقومي حاطه منه حبه كده على ايدك. يعني مثلا تقومي فاتحاه كده، بصوا فتحته ازاي، لان في كتير ما يعرفش يفتحه. هو اهو، وشوفوا كده في الفاضي كده، بتفتحي في الفاضي، اضغطي ضغطه لتحت بس اتفتح، ضغطه لتحت بس جامده شويه. ومثلا اخد حبه كده على ايدك، حاجه ايه بسيطه خالص، وتعملي ايدك. ايدينا بجد محتاجه ترطيب فظيع، لان اليومين دول الجو مش الطف حاجه، فتلاقي ايدينا شايفين بديها لمعه حلوه، خصوصا ايدي اليمين ضايعه خالص بسبب المواعين وكده. وكمان عندي في ايدي دي اكزيما، فبتبقى محتاجه ترطيب على طول. هقول لكم على كريم اسمه موندو. كريم اسمه موندو، حلو جدا، بيتباع في الصيدليات، لطيف قوي، بيبقى حلو للاكزيما وبيبقى مرطب قوي قوي للايد بصراحه، حلو ومشيت عليه فتره. بس طبعا كل الحاجات دي خصوصا الاكزيما لما بتوقفيها الايد بترجع تاني، فحابين تستخدموه. موندو حلو جدا، هو دلوقتي بقى حاجه و90 يعني 100 جنيه، او ممكن ازيد كمان. انا كنت بجيبه من ايام ما كان ب60 لسه، فسعره عالي جدا، بس هو ترطيبه كويس. شايفين الزيت الايد بتشربه بسرعه، وكمان بيديها ريحه لطيفه قوي، يبقى ريحته برضو حلوه. تمام، نستخدم بقى ايه بقى للجسم. نعدل بس الكاميرا كده. عندي مجموعه لوشنز كتير. عندي اللوشن ده بتاع باث اند بودي، ده كان اوريجينال تمام، بس هو خلص خالص اهو، ما عادش فيه الا حاجه بسيطه. ده كنت جايباه مع البادي سبلاش اللي كنت وريتلكوا في الفيديو اللي فات، كنت جايبه المجموعه دي ايام ما كنت على الجواز وكده. بس طبعا الحاجات دي بقت اسعارها فظيعه. تمام، داركس بصراحه حلو قوي، بتاع باث اند بودي ده فظيع، حلو قوي. عندي ايه تاني؟ عندي اللوشن ده بتاع ايفون، ايفون كير، ده لوشن 750 مللي، بينزل في العروض والخصومات وكده، بصراحه بيبقى حلو ويعني وترطيبه لطيف، جربوه حلو جدا. كل الحاجات دي تحط على الايدين، تتحط على الجسم عموما يعني مباشره، ترطبها كويس قوي. عندي ايه تاني؟ عندي اللوشن ده بتاع بينك، عندي برضو منه اللي هو اللون الاصفر، ترطيبه كويس لطيف.
ريحته كويسة، بس ما تعتمديش عليه كلي، يعني ده ما تعتمديش عليه اعتماد كلي، يعني حاجة كبرفيوم كده مثلا للجسم، ريحته تمام وثباته حلو، لكن مش الترطيب الاوفر. تمام، ده برضو اللوشن اللي كنت جايباه من اكسل اللي قلتلكوا عليه الفيديو اللي فات بتاع السبلاش، بس بصراحة اللوشن مش زي السبلاش خالص، السبلاش ما كانش لطيف ابدا، ده كان كويس، كان بالالوفيرا بريحة كريزي لاف، هو كويس يعني حلو، لو حابين تجربوه اوكي تمام، من على البيج بتاعتهم، يعني ترطيبه كويس وبصراحة بيسيب الجسم مترطب كده تمام. عندي ايه تاني؟ عندي الباودر، عندي الباودر دي بتاعت انشانتر، حلوة، ترطيبها كويس، دي الاوريجينال طبعا اللي في منها كوبي، ترطيبها كويس، بترشيها كده على الجسم، بتسيب الجسم مترطب ومعطر جدا جدا، لان ريحتها بتبقى نفاذة وريحتها يعني لطيفة قوي. عندي ايه تاني؟ عندي لونة، ده عندي المجموعة، وعندي لونة ده خصوصا، ده بتاع التشققات والجفاف الشديد للايدين، للرجلين، لحد مثلا للكعوب، لكعب الرجل، للركب برضو، مثلا ركب مشققة او حاجة، بيبقى كل الحاجات دي بسبب الجفاف، برضو تستخدميه اللونة دي، يعني بصراحة حلوة وحاجاتها جميلة. عندي بقى المخمرية، عندي مخمرية للريحة دي بتاعت الملكة، هي مصرية بس حلوة وريحتها لطيفة وترطيبها برضو كويس، دي ريحة لافلي من العود الملكي، مخمرية الملكة بصراحة حلوة لطيفة، وكان سعرها بسيط يعني، وبتبقى حلوة وبتاع، يعني مثلا تحطيها في على النبض، في اماكن النبض هنا، ورا الودان، على الرقبة، بتخلي الجسم ريحته لطيفة. عندي ايه تاني؟ الحاجات الجديدة بقى اللي لسه بجربها اليومين دول، ثواني كده نعدل الكاميرا، دول حاجات بقى جديدة يعني. لا فازلين ده للشفايف تمام، ده فازلين مخصص للشفايف، ممكن تستخدميه على ايدك، انا ساعات باخد منه واستخدمه على ايدي، زي الفازلين بالظبط، هو بس ده مثلا بيبقى فيه جليسرين اكتر، حاجات اكتر للشفايف وكده، بس ممكن تستخدميه على الايد وكده، عادي. طيب ايه بقى الحاجات اللي بستخدمها جديدة اليومين دول وعجباني جدا، حاجات لسه نازلة جديدة وعجباني؟ كيران مور ده نازل بقاله فترة، بس انا لسه جايباه بالجليسرين بريحة الستروبري، الفراولة، حلو جدا، كريم مرطب ناعم طري قوي على البشرة، لطيف قوي وبيرطب الايد حلو جدا، وبيخليها كمان ناعمة ومترطبة وريحتها فظيعة، فده جميل قوي. في منه كمان روايح بالورد، بالتوت، مش فاكرة روايح ايه تاني، بس انا عجبني ريحة الفراولة، بتبقى ريحته لطيفة كده وشجري كده، انا احب الروايح الشجري قوي. عندي كمان مود، ثواني اوريكو قوامه، ثواني، شايفين؟ شايفين قوامه؟ شايفين تقيل كده، تقيل كده حلو، وبيفرق كده على البشرة. ثاني اعمل التيني، ريحته فظيعة، ريحته حلوة جدا، ريحته فراولة كده فظيعة فظيعة، شايفين ناعم، وكمان بعد البيبي اويل بيبقى حلو جدا، حتى انا بحط، لما بحط البيبي اويل ده بحب احط فوقه كريم، بحب احط فوقه لوشن، بيحس ان يقوي الترطيب بتاعه كمان، فبيخلي الجسم رهيب يعني. عندي بقى الجديد ده مود، دي مخمرية بادي لوشن، حاجات كتير كده بيسموها كتير، برضو دي تحفة، اليومين دول بستخدمها على طول، مش قادرة استغنى عنها، شايفين قوامها اهو، استخدمت، شايفين اهو، بقولك استخدمت حاجات كتير قوي، شايفين اهي، دي قوامها فظيع، قوامها زي الكريمة خالص، وفي ثانية ما عدتش تلاقيها، الجسم بيمتصها بسرعة جدا، وريحتها فظيعة بجد، خصوصا اجمل ريحة عجبتني فيهم اللي هي الموف دي،
ريحتها حلوة جدا بجد. شوف لكم الريحة بتاعتها. بودي ميلك مود، مش شايفة بصراحة، مش شايفة من إلا كوزماتكس، لا مش شايفة. المهم الموف دي احلى ريحة فيهم، يعني اكتر حاجة طب معايا هنا هيبقى الاتنين دول. ثواني بس لان المفرش ده بوظ لي الحاجات بتاعتي، ثواني نشيل الحاجات دي. تمام كده افضل حاجة معايا الاتنين دول. الفازلين ده طبعا للشفايف حلو جدا، لونة طبعا لا يعلى عليها للتشققات. عندي بقى اللوشن عاوز استخدم، هتجيبي باث اند بودي، البلج بتاعتك كويسة، هتجيبي باث اند بودي الاوريجينال طبعا تحفة، في حاجات من دي كوبي بتبقى كويسة برضو، ريحة كويسة، إيه ترطيب بتبقى كويس، مش اقوى حاجة. تمام استخدمهم بقى ازاي؟ اول حاجة إيه، خدت الشاور بتاعك او غسلت ايديكي سواء هترطبي الايدين او الجسم كله بالشامبو ده، ده اللي هو بتاع الغسيل الايدين، لطيف قوي، بالشامبو الخاص بتاعك اللي انت بتحبيه. ايه وبعدين لازم الجسم يكون مبلل، يعني بتنشفي كويس وتسيبي الجسم مندي، يعني نشفتي بالفوطه كده طبطبه بالطبطبه، بس ما تعمليش كده جامد كده في الجسم، لا بالطبطبه خالص، وسيبي الجسم مندي معاكي ولطيف. وتقومي بقى حاطه عليه البيبي اويل، حاطه عليه المخمارية بتاعت مود، حاطه عليه الكريم بتاع كيرا مور. تمام يا حلوين، اهم حاجه بقول لكم عليها الترطيب. إيه سواء بقى عاوز ترطب اي حاجه هتعملي بايدك، هتبلي ايدك شويه وتسيبيها ايه منديه، وتقومي حاطه الترطيبات بتاعتك. عاوزه تستخدمي حاجه علاجيه قويه حاجة علاجية قوية لإيدك، تستخدمي كريم موندو، كريم حلو جدا. عاوز تعملي تقشير لإيدك بحيث إن تبقى شكلها موحد وكويس، تمام تبقى حلو جدا. وسمع عن حاجة جديدة اسمها بوتكس للإيدين، بتعملي تحقن الإيد بوتكس بتغير شكلها 180 درجة. بصراحة لو انت في مقدرتك ان انت تعمليها ايه توكلي على الله واعمليها، طول ما هي حاجة ليكي علاجية ليكي وتخليكي شكلك لطيف كده وحلوة وقمرية، ايه اعملي اللي طبعا اللي يريحك. ايه فحابة يا رب يكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وان شاء الله نتقابل في حاجات تانية كتير بإذن الله. ويا رب ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب يا حلوين، وتقولوا لي استفدتم وعاوزين نتكلم مع بعض في ايه تاني ان شاء الله، ونعمل مع بعض ايه تاني. وانا بحاول على قد ما اقدر اجمع لكم يعني فيديوهات كتيره، حاجات كتيره، انا يعني انا بستخدم حاجات كتيره كنت برميها علشان ما كنتش ناويه ان انا اعمل يعني، لكن بقى لما عملت لكم السلسله دي فقلت يا ريت مرميت الحاجات الكتيره اللي انا رميتها، بحيث ان احنا نستفيد مع بعض كلنا واقول لكم رايي في كل حاجه. لكن باذن الله هجرب معاكم حاجات كتيره واشتري بقى حاجات جديده كتير ونجرب مع بعض دي باذن الله. فيا رب تكونوا استفدتوا، وما تنسونش تعملوا اللايك وشير وسبسكرايب. باي باي يا حلوين.